كتبدا القصه مع واحد البنت سميتها نسيم كتصوني في الدار ديال صاحبتها لين. جاوبات مي لين في الانترفون ملي عرفتها نسيم سولات اش كدير برا في هذا الوقت وطلبات منها تتسنى بين ما تنزل توصلها لدارهم. نسيم كي سمعت توصلها لدارهم علقات من تما، بقات كتمشى بوحدها في داك الليل وشتا خيط من السما حتى لواحد اللحظه عياد وتكمشات في واحد القند. بدا تليفونها كيصوني، جبداتو لقات امها وهي تقطع ورجعاتو لجيبها. في الجهه الاخرى غنشوف واحد جوج صحاب كيبيعوا كلينكس. الشاي كيكه سميتو بدر وهذا صاحبو حمزه، دازو يقصيو عند واحد المراه سميتها ام حليمه، وهما كيقصيو مناقشين على الروسيطه اللي ما قدروش يكملوها سمعوا شي غوات. ضاروا موراهم بنت ليهم نسيم هاربه وواحد جوج تابعينها. حمزه بغى يتبعهم باش يعاونها، حاول بدر يوقفو ملي ما قدرش هز الصرف ومشى معاه. نسيم كتجري دوك جوج تابعينها وباينه بلي بنت ليهم فيها الهمزه وبغاو يجريسيوها. بقات هاربه حتى بعدات عليهم وتخبعات. جبدات التليفون دوزات ابل مع امها، يلاه جاوبات سد لها حمزه فما وجرها لواحد القنت. بغات تغوت سكتها وقالها ما تخافيش راه باغي غير نعاونك. دوك الجوج اللي كانوا تابعينهم وصلوا للبلاصه اللي جرها منها حمزه، لقاو التليفون طايح خداه وكملوا التقلاب. ملي وصلوا للبلاصه فين مخبعين حمزه هربها لشي قنت وبدر خرج باش يدلعهم، داز من وسطهم وعلق. هنا حمزه خرج البنت من تما. في الجهه الاخرى غنشوفو امها داخله الكوميسارية ديكلاري، قالت لهم بلي بنتها مشات للحصه ديال لا دونس وما رجعاتش. سولها المحقق واش ما تكونش مشات مع شي صاحبتها، قالت لي حتى انا داكشي اللي نويت في الاول، ولكن مور ما صونات ليا مع ديك العشرة جاوبت بقيت كنتسناها تهدر حتى لواحد اللحظه سمعتها كتغوت والتليفون تقطع. موراها طفى وما عاود شعل. نرجعو عند الدراري وهما راجعين للبلاصه اللي كيعيشوا فيها. بدا بدر كيقول لحمزه يطلب منها تمشي في حالها حيت الا داوها معاهم غيجري عليهم حميد. حمزه حن فيها وما سمعش الهضره ديال صاحبه، جمع ليها شعرها ضرب ليها واحد الطربوش دار ليها شويه تراب في وجهها وقال لها من دابا ولا تسميت كريم ويلا هضر معك شي حد ديري براسك زي زونا. دخلوا للبلاصه اللي ساكنين فيها وكان داير فحال شي معسكر ديال المتشردين، كل واحد وبلاصتو، ها اللي كيلعب كره الاخرين قصارين الضامه، المهم عالم اخر. ونسيم كتسركل تما وكتحاول تستوعب هادشي اللي واقع ليها. قال لها حمزه ما تخافيش اليوم قضي باش ما كان وغدا ندبر لك في ما احسن. وصل وقت النعاس كلشي جابد عليها شويه حتى دخلوا شي وحدين جروا حمزه وبدر وخداهم عند مول البلاصه اللي ساكنين فيها. هاد الصاد سميتو حميد، عندو هاد الهونغار مسكن فيه كاع الدراري المتشردين وكيبزز عليهم كل نهار يعطيه واحد قدر ديال الفلوس. حل البلان ديال عهد الاصدقاء الى عقلتو عليه، سمعوا من الهضره مزيان حيت دخلوا شي واحد بلا ما يقولوها ليه، ولكن في الاخير قدروا يقنعوه يخليه مور ما قالوا ليه بلي حتى هو غيبقى يجيب الروسيطه. رجعوا للبلايصه ومنعسوا حتى للصباح. نسيم فاقت بكري وبقات جالسه كتخمم. شويه جا المساعد ديال مرشي وبدا كيضرب في الباب وكيفيقهم يخرجوا يدبروا على راسهم. شيماء امي نسيم غتكون دوزت الليل كامل كتقلب ومازال مسكينه لحد الان ما غمضاتش عينيها. هذا اخوها كمال قمار سكايري وما فيه نفع، ديما النهار الخايب تلقاه غايب. بدا كيعطيها في الاعذار حيت ما جاش قلب معاها. موراها واساها شويه قال لها غير نفيق نقلب عليها ومشى لبيتو ينعس. نرجعو عند الدراري، جمعهم الباترون فرق عليهم كلينكس باش يبيعوه وقال لهم بلي اليوم الروسيطه 200 درهم واللي ما جابهاش يمشي يقلب في نيبات. لا لا مشروع مزيان هذا، 200 درهم راه تكري لك احسن بارتما بالفراش ديالها. الحاجه المزيانه في هذا الباترون هي ما كيخلي حتى واحد توقع عليه شي حاجه. فحال اليوم واحد من البراس صبح مريض، غوت المساعد ديالو عطاه الفلوس وامرو يديه للسبيطار. خرجوا الدراري للزنقه، حمزه سول نسيم واش يديها لدارهم ما بغاتش. ديك الساعه قال لها بلي خاصها تجيب الروسيطه ولا غيجري عليها حميد مول الهونغار. تفرقوا في الفروجات وبداو كيبيعوا كلينكس، هذا يشري من عندهم، هذا يسبهم ويجري عليهم. المهم اليوم كانت الحركه ميته عند حمزه وبدر، فما بالك نسيم اللي عمرها دارت هاد الشيء، وهي كدور على الطوموبيلات وكتحاول تبيع. ضربت على واحد البنت لابسه صباط ديال البالي، هنا طاحت على شي فكره باش تدبر على فلوس. قصدات واحد الساحة، جبدات الحوايج ديال الدانس اللي كانوا عندها في الشكارة وبدات كتشطح. الناس عجبهم داكشي اللي كدير، زائد بنت صغيرة كتبان فيها البراءة، وهما كيصفقوا عليها تفكرت ملي كانت كتقدم العروض في المسرح. الناس ديما كانوا كيبانوا مهتمين ولكن امها ما مسوقاش ليها. شافها واحد من المساعدين ديال حميد، صورها وتحرك من تما. مور مسألة الدانس دار بدر جمع ليها الفلوس من عند الناس، حسبوهم لقاو باللي غير في هاد المده القصيره قدروا يجمعوا الروسيطه ديال النهار وشاد الصرف. دازوا قصاو عند ام حليمه وتحركوا الهونغار، مع دخلوا ضوا فيهم المساعد ديال حميد وقال لهم دبرتوا عليها. في الجهه الاخرى غتكون معيات بالتقلاب عليها، طلعت للطوموبيل ترتاح شويه، جبدات التليفون تشوف واش كاين شي خبار، تما بلا الفيديو ديال نسيم وهي كتشطح في الساحه، اتصلت بخوها قالتها لي وقصدات الساحه. في هاد الوقيته يكون حميد كيبيضق في الدراري حيت دخلوها، حيد ليها الطربوش وقال لها دير داكشي اللي كانت كدير في الساحه. بدا بدر كيطلبو يبعد منها ما بغاش، هنا حمزه دفع المساعد ديالو طيحو، جرها وهربوا من تما.
داو البراش والرجال ديالو كيجريو موراهم. صحابنا ما خرجوا للزنقه لقاو قدامهم واحد تريبورتور. نسيم وبدر تلاحوا اللور، حمزه طلع ديمارا وعفاط. تبعهم المساعد ديال حميد بالطوموبيل حتى قرب ليهم. طلعت نسيم حدها لقات بلاطوات ديال البيض. ديك الساعه بدات كتهزيه وبدر وكيشيروا على الطوموبيل. المساعد ديال حميد خدم سويغلاس، البيض غطى الدجاج كامل. هنا وقف حيت مابقى كيشوف حتى وزه. امي نسيم وصلت للساحه، جبدات الصوره ديالها وبدات كدور وكتسول الناس واش شافوها. حتى واحد ما قدر ينفعها بشي حاجه. في الليلة نشوف واحد جوج طوموبيلات غاديين كيتصاطحوا، وحدة راكب فيها راجل والاخرى راكبين فيها اربعة باينة من الشكل ديالهم عصابة. بقاو كيدخلوا في داك السطح حتى جابوا مع واحد طارو الزبل وقفات ليه الطوموبيل. نزلوا كيجريو وبداو كيحاولوا يحلوها ولا يهرسوا الزاج ما قدروش. سمعوا صوت الطوموبيل ديال البوليس، ركبوا في طوموبيلتهم وعلقوا. في هاد اللحظة فاق صاحبنا وغيطلع غير كيمتع ليهم راه مغيب. نزل من الطوموبيل وقف في الطريق اللي جايين منها البوليس. في هاد اللحظة دازوا وغطلع غير لومبيلونس. صاحبنا بان باللي ارتاح شويه، رجع كيجري للطوموبيل، هز منها الساق ودخل لواحد الوزين مهجور، حط الساق قدامه، يلا بغى يفتحو هو يغيب. الدراري خواليهم الموتور من ليسونس، خلاوه في واحد القند وتحركوا لواحد الوزين مهجور كان عايش فيه بدر شحال هادي. مع دخلوا ليه قالت لهم نسيم بغيت نمشي للطواليت. صيفطة حمزه الوحده في التروازيام ايطاج، نخليو نسيم تمشي للطواليت وندير واحد فلاش باك قبل 12 ساعه باش نعرفوا شكون داك الساط اللي كان هارب للعصابه. داك الساط سميتو سفيان، وباه واحد اللحيه لاباس عليه كيقولوا ليه العبيدي. عطاه واحد الساك مضروب بالفلوس وطلب منه يوصلوا لواحد سميتو القوشي. والصاهر رد البال قال لي ما تخافش بابا. ويلي ويلي كتافو قد البغل. نرجعو عند نسيم، ما وصلت قدام الطواليت بدات كتغوت. طلع حمزه وبدر كيجريو، هنا غنشوفوا داك الساك اللي حطوا د اللحيه، وبالفعل كان مضروب بالفلوس. وصحابنا واقفين حداه وكيفكروا اش غيديروا. غنشوفوا سفيان مازال مغيب مور الحيط اللي محطوط فيه الساك. قال لي وحمزه خاصنا نخليه ونعلقوا من هنا. بدر في هاد اللحظه ما كراش يطرش والديه، واش كاين شي حد كيسمح في ساك د العاقه. هزوا وخرجوا من تما. مع وصلوا للباب نسيم تفكرت الشكاره ديالها ورجعت كتجري تجيبها، ولكن ملي مبغاش حمزه وبدر يتسناوها سمحات فيها وتبعاتهم. صباح الخير اود الحاج، ما تخافش يا بابا، سير الله يعطي لامك الدل. فاق سفيان طل حداه ما لقاش الساك، وهو كيدور تما وكيقلب عليه لقى الشكاره ديال نسيم. في الجهه الاخرى غنشوف واحد سميتو الشرغوف واقف مع خطيبته اللي عندها كوفي شوب. في هاد اللحظه صونا التليفون، جاوب لقى صاحبو حمزه، طلبوا يبات عنده هاد الليله. بقى الشرغوف كيفكر شويه، في الاخير قال يطلع للسطح غتلقى السيرو تحت لافابو وارتاح ليا مع راسك. في الجهه الاخرى غنشوف واحد البنت نزلت من طوموبيلتها وطلعت في الطوموبيل مع واحد القراع باينه فيه مافيوزي. وباش ما يبقاش فيكم الحال بيني وبينكم ختنا قنبوله، امرها تحضر لي سفيان ولد عبيدي ووصاها باش حتى الا ما قدراش تحضرو تجيب لي غير الساك اللي عنده. نرجعو عند الدراري، قصدوا العماره اللي ساكن فيها الشرغوف ودخلوا كيتسلتوا باش ما تشوفهمش المراه اللي كاريه ليه، حيت واحد البرقاقه وما غتفاك معاهم حتى تعرف شنو في داك الساك. عياو ما يتسلتوا، ولكن في الاخير حصلتهم يلا غيدخلوا للشومبر. سولتهم اش كيديروا هنا، ملي قربات عندهم وشافت حمزه عرفاتو صاحب الشرغوف. ديك الساعه هضرات معاهم مزيان، بقات معاهم حتى دخلوا وكيبان فيها باللي حنينه. سبحان الله دوك البرقاقات ما كتلقاهمش مساميم، حتى حنا ما عرفت علاش كنكرهوهم، راه حادين غير مصلحتنا. تشوفك كتكمي تقولها لباك هانيه من الكونسير، تشوفك مدخل شي حيد ما فيها والو. صحابنا سدوا عليهم في البيت، فتحوا الساك وبداو الحساب. صباح غنشوفو سفيان بدل حوايجو، راكب في طوموبيلتو كيقلب الشكاره ديال نسيم، ما لقى فيها حتى حاجه تنفعو من غير واحد الساندويتش فيه النمره ديال السناك اللي تشرى منه. البوليس يكون وصلوا للتصاور ديال بدر وحمزه اللي كتكون معاهم نسيم. امها مور ما قلبات الفيسبوك ديالها وقرات لي ميساج ديال بنتها مع صحاباتها، عرفات بلي هربات حيت كانت هاملاها وما مسوقاش ليها. مشى سفيان للبلاصه اللي شرات منها نسيم داك الساندويتش وغيطلع هو الكروسه ديال ام حليمه. بانوا ليه براش ديال حامد كيقصاو تما، غوت لواحد منهم هو كيسولو على مول هاد الشكاره تخلط بهم واحد سميتو الجن. خدام حميد هو اللي مكلف بالمراقبه ديال الدراري، بغى يكبتها مع سفيان سمكو بواحد الزرقه وسولو على مول هاد الشكاره. تما الجن اتصل بحميد علمو بلي شي واحد كيقلب على البرهوشه اللي جاب حمزه وبدر، امرو يجيبو ليه. هزو معاه في الموتور وتحركوا للهونغار. تلاقى حميد معاه وقف قدامه وسولو شنو بغى الدراري ديالو، قال ليه داو ليا شي حاجه مهمه. بقى حميد كيشوف فيه وسولو اش غيربح الا رجع ليه ديالو، جاوبو اللي حبيتي تحضر. حميد طلع وهبط ضرب على الحوايج اللي لابساوين عرفو ملعق. تما قال للمساعد ديالو ياخذ من عنده النمره وتحرك. من هاد اللحظه بداو الرجال ديالو كيدورو في المدينه ودايرين كتر من جهدهم باش يلقاوهم. حميد كيقلب، سفيان وباه كيقلبوا،
والدعوة مرونة على الساك. فهاد الوقيتات كن نسيم جالسة في البيت مع الفلوس، وحمزة وبدر خرجوا يقلبوا على شي بلان باش يخويو المدينة. داز موراهم الشرغف بالطوموبيل ديال خطيبته، هزهم وتحركوا، ولكن من زارهم المكعور شافهم واحد من الرجال ديال حميد وتبعهم. الشرغوف كانت عنده بلاصه في المرسى كيبيع فيها الحوت، خداهم معاه يقصيو، وهو كيوجد القص غيكونوا كيفكروا كيفاش يعزلوا على خطيبته ويعاودوا ليه البلان ديال الفلوس باش يعاونهم يخويو المدينه. تجمعوا على الطبله، بداو القص. فهاد الوقيته غنشوفوا الرجال ديال حميد داخل المرسى باش يشدوهم. صحابنا تسالت ليهم المناضه، سخروا بدر يجيبها، وهو خارج لقى الرجال ديال حميد في وجهه. رجع كيجري على حمزه، دار ليهم عامره في خاويه ونقز من واحد البلاصه. حمزه علق الشرغوف سد المحل وتبعو، ركبوا بثلاثه في الطوموبيل ديال غيتا وتحركوا. اما بدر فغيكون علق، وكاع الرجال ديال حميد كيجريو موراه. صاحبنا كيطير، ولكن هما كانوا بزاف، شي موراه شي تعرض ليه هكا قدروا يشدوه. سفيان يكون ناعس حتى يوصلوا ميساج، قلب لقى المساعد ديال حميد كيقول ليه بلي شدوا واحد من الدراري. ديك الساعه ديمار الطوموبيل وعفطه وحده لعندهم، حطاوه بدر وقالوا ليه احنا نمشيو نقلبوا على الجوج الاخرين. مع وقف قدامه بدا كيغوت عليه وكيسولوا على الصاك، اش غايدير بدر؟ واش غايقر ولا لا؟ كيفاش غيسالي البلان ديال هروب نسيم؟ هادشي كامل غنشوفوه في كمال هاد القصه. الى عجبتكم وبغيتو نكملوها، خلي معاك واحد لايك كومنت وسبسكرايب باش يوصلك الجزء الثاني ملي نحطو. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلاقاو في فيديو الجاي. بيس.